السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من برنامج هنا مجد. اليوم احنا موجودين في ملتقى أطفال الثقافة، أتمنى تكون حلقة جميلة، تابعوا معنا لأن الملتقى مليء بالأقسام المميزة، خلوكم معنا. السلام عليكم. مسوين مايك زي حقنا؟ هذا مايك زي حقنا؟ مين سوى هذا المايك الجميل؟ شو اسمك؟ عدل. اهلا وسهلا، انت شو اسمك؟ حسين. ما شاء الله، اهلا وسهلا. هذا مايك زي حقنا؟ انا ديع. اوه ما شاء الله، طب هذا زي حقنا؟ هذا مايك؟ وريني المايك هذا كذا، وريني الكاميرا. ما شاء الله تبارك الله، شفناهم قاعد يسوون مايك، قاعد يسوون لقاءات مع الاطفال الحلوين، ولقينا هذولا كذا سووا مايك وسووا مقابله ما شاء الله تبارك الله. فمين سوى هذا المايك؟ انتوا اثنين؟ ايه اوكي تمام، ما شاء الله تبارك الله، نتمنى لهم يوم سعيد يا رب العالمين. شكرا لكم واستمتعوا، هذا المايك حقك. شكرا شكرا. ومعانا هنا واحد من الابطال الحلوين، شو اسمك يا بطل؟ زياد عائد. ايش رايك يا زياد في المكان اليوم؟ والله حلو. حلو؟ طيب كم تعطيه من عشرة؟ عشرة من عشرة. عشرة من عشرة، طيب ايش أكثر مكان عجبك بما أنه عشرة من عشرة؟ طبعا في مكان، كل مكان حلو وكله ياخذ عشرة من عشرة، بس ايش أكثر مكان عجبك أنت؟ المطبخ السعودي ومكان الزرع. هذول أكثر شيء عجبوك؟ طيب ولو اخترنا واحد منهم؟ مكان الزرع. مكان الزرع، طيب جميل جدا يا زياد، اتمنى لك يوم سعيد يا رب العالمين. شكرا لك. ومعنا هنا واحدة من الحلوين، شو اسمك يا حلوة؟ لانا. لانا، ايش رايك في المكان اليوم يا لانا؟ حلو. طيب ايش اكثر شيء عجبك في المكان؟ الليجو. علم الليجو؟ اكثر شيء عجبك في المكان؟ طيب انت عندك العاب ليجو او انك انت ايش الشيء اللي سويتيه في الليجو اليوم؟ بنيتي مبنى ولا سويتي سياره ومركبه؟ ما ادري لسه هتسوي؟ طيب اتمنى لك يوم سعيد ان شاء الله، شكرا لك. المكان وبعض المكان الليجو 100%. 100% الليجو بالذات؟ طيب والله شيء جميل، ايش تقول للاولاد اللي ما جاوا اليوم؟ تقول لهم يجوا المكان حلو؟ طيب من هنا هي تقول لكم تعالوا ملتقى اطفال الثقافه لانه مكان حلو وتعطي عالم الليجو 100%. شكرا لك. السلام عليكم، كيفك يا بطل؟ الحمد لله. ايش قاعد تسوي؟ هذا ايش هذا؟ انسان. ايش؟ انسان داعس. اوه كم اخذ منك وقت؟ طولت وانت تسويه ولا بسيط؟ ها؟ طولت وانت تسوي هذه ولا سويته بسرعه؟ اخذني شوي وقت. طيب ايش رايك في المكان؟ تعال تعال هنا هنا هنا. لا انا مو ما سمعتك، ايش رايك في المكان؟ مره حلو. مرة حلو درجة انه هو ما شاء الله تبارك الله مركز 100% على هذا الشغل الرهيب. طيب اتمنى لك يوم سعيد يا رب العالمين، شكرا لك. طيب شكرا لك. معانا هنا واحد من الابطال، عرفنا نفسك يا بطل، ايش اسمك؟ محمد. محمد، وانت ايش اسمك يا حلوه؟ تالا. اسمها ايش هي، ايش اسمها؟ تالا. تالا، طيب يا محمد ايش رايك في المكان هنا؟ مره حلو. ايش اكثر شيء عجبك؟ العاب الليجو. العاب الليجو، طيب سويت شيء ولا لسه؟ لا ما سويت لسه. ها طيب عندك مشاركه حاب تقولها لنا؟ ايه. ايش المشاركه؟ الاشوده. تفضل قولها.
سارعين والمجد والعليا، مجديني خالد السماء، وارفع الخفاط الأخضر يحمل النور الخطر، رددي الله أكبر يا موطني موطني، قد عشت سخر المسلمي، عاش الملك للعالم للوطن. شكرا لك وأتمنى لك يوم سعيد يا رب العالمين. معانا هنا واحدة من الحلوين، ايش اسمك يا حلوة؟ فرح، وهذا اخوي وليد. يا اهلا وسهلا فيك يا فرح. هاي يا فرح، ايش رايك في المكان اليوم؟ مرة حلو ما شاء الله. ايش اكثر شيء عجبك؟ مكان الليجو. اوه، سمعت يقولون عندك ليجو بعد في البيت، صحيح ذا الكلام؟ صحيح. تحبين الليجو؟ اكيد. طيب ليه الليجو بالذات؟ عشان فيه تركيبات ويعني كذا حلو. طيب جميل جدا. طيب عندك مشاركة حابة تقوليها لنا؟ ايوه يلا تفضلي. بقول نشيد. كنت دوما أتجول في هناء مثل بلبل، كنت ألهو في رخاء حتى أو قارن فل، ثم ذهبت إلى البيت وثم أرجو أن يكون بيتي جميلا وأيضا أحب هذا المكان. شكرا لك يا فرح، وإن شاء الله تستمتعي باليوم. إن شاء الله. ايش اسمك يا بطل؟ علي صوتك مو سامعك. ايش اسمك؟ طيب قولي، طيب ايش قاعد تسوي اليوم؟ ايوه. طيب انا باخذ المايك. شكرا شكرا شكرا. قولي ايش قاعد تسوي؟ شفتك قبل شوي قاعد تسوي سيارة صح؟ طيب سيارة شرطة ولا ايش؟ طب وريني وريني وريني، ابيك توريني. ايوه وريني. ها كنت تاخذها هذه مع هذه؟ لا. طب قول لي قول لي ايش قاعد تسوي هنا؟ ايوه علمني كيف. علمني. ايوه علمني. اوه اوكي يلا. ايوه تمام. هذه كيف بنركبها؟ ايوه حلو. ايش اكثر شيء عجبك في المكان طيب؟ تحب الليجو؟ طيب شكرا لك. لقينا هنا واحد من الابطال، بس واضح انه مركز جدا جدا جدا. ايش قاعد تسوي؟ ها خلينا نشوف كذا. معنا الو، ايش اسمك يا بطل؟ طيب ايش قاعد تسوي؟ طيب شوف الكاميرا هناك، واضح انك كبسنا عليه مره واحده فشويه هو اللخم. هاي بطل ايش قاعد تسوي؟ طيب ايش هذه الاشياء؟ تعال نركب هذه مع بعض. ها وش كمان؟ ايوه هذه الزرافه هذه ولا ايش؟ اوه شكلنا قاعدين نخرب لعبته. طيب ايش اكثر شيء عجبك المعرض طيب؟ الو تركيز ما شاء الله تبارك الله فل الفل حبيبنا. طب ناظرني انا لا تنظر عبد الصمد حبيبنا. لا هنا 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 هنا. طب قول لي ايش قاعد تسوي طيب؟ ايش رايك في المعرض؟ طب مشاركه تركيز يا جماعه الخير ما شاء الله تبارك الله مركز كل اهتمامه على العاب الليجو. طيب ناخذ لفه ونجيك. ناخذ لفه ونجي. ومعانا هنا هذول الابطال الحلوين. طيب عرفونا باسمك، وش اسمك؟ رهف. يا اهلا وسهلا فيك. وانت ايش اسمك؟ دانا. وانت ايش اسمك يا بطل؟ سلطان. طيب ايش رايكم في المعرض اليوم؟ حلو. كم تعطونا من 10؟ طيب 10 من 10. طيب وانت ايش رايك في المعرض حق اليوم؟ اعطي 10 من 10. تعطونا 10 من 10. طيب وانت ايش رايك يا سلطان؟ 10 من 10. طيب ايش اكثر مكان عجبكم هنا في المعرض بشكل عام؟
مكان الليجو. ليجو واضح انه في اجماع الموضوع على عالم الليجو. طيب وانتي؟ عالم الليجو. عالم الليجو. وانتي سلطان؟ عالم الليجو. عالم الليجو. طيب اتمنى لكم يوم سعيد يا رب العالمين، وشكرا لانكم معنا. معنا هنا احد الابطال في عالم الليجو، نقول لك ايش اسمك يا بطل؟ عبد العزيز. يا اهلا وسهلا فيك يا عبد العزيز، ايش رايك في المكان اليوم؟ حلو. ايش اكثر شيء عجبك في المكان؟ الليجو. عالم الليجو، في ناس كثيرين يحبوا عالم الليجو. طيب في مشاركه حابه تقول لنا؟ ايه يلا تفضل. سارعين للمجد والعليا، مجدي لي خالق السماء، وارفع الخفاق اخضر يحمل النور المسطر، رددي الله اكبر يا موطني موطني، قد عشت فخر المسلمين، عاش الملك للعلم والوطن. شكرا لك يا بطل، نتمنى لك يوم سعيد يا رب العالمين. شكرا لك. معانا هنا اثنين من الحلوين، شو اسمك يا حلوه؟ ساره. يا اهلا وسهلا فيك، وش اسمك يا بطل؟ بدر. يا الله شيء جميل جدا، واضح انكم متحمسين. ايش قاعدين نسوي هنا؟ قاعد اسوي بيت القطوه. هذا بيت القطوه؟ طب وريه الكاميرا، وريه الكاميرا، ارفعيه. هذا بيت القطوه سوته من الليجو، شيء جميل جدا جدا جدا. طيب يا بدر انت ايش رايك في المكان اليوم؟ حلو. حلو؟ ايش اكثر شيء عجبك؟ الليجو. اوه شيء جميل جدا. طيب انت ايش اكثر شيء عجبك في المكان اليوم؟ كل شيء. كل شيء؟ طيب جميل جدا، اتمنى لكم وقت سعيد يا رب العالمين، شكرا لكم. وبما ان الفخار جزء اصيل من ثقافتنا، هنا معانا الاستاذ ناصر، خلونا نعرف اكثر عن قصته وسبب حبه العميق للفخار واللي خلاه يمتهنها. تعالوا معنا. السلام عليكم. ورحمة الله. كيف أستاذ ناصر أخبارك؟ مرحبا، هلا والله، حياك الله. يسلمك يا رب. عرفنا أكثر عن قصتك وحبك للفخار وكيف بديت ومين علمك، يعني عرفنا أكثر عن هذه التفاصيل البسيطة الجميلة. والله أنا بديت من فترة تقريبا 10 سنوات. طبعا البداية كانت ما هي وراثية، هذه اكتساب. في واحدة من الحريمة كانت تشارك في بعض المشاركات، أنا كنت مساعد، ما كنت أعرف الفخار، فقالت لي وش رايك تتعلم حرفة منها تزود دخلك وزي كذا وترجع الحرفة القديمة هذه. قلت ما هي مشكلة، وش هي طيب الحلو؟ قالت فخار. قلت وين فخار، أنا ما أقدر. قالت لا لا، شوف لك أي مكان تعلم فيه لو بفلوس. سبحان الله، يعني هي اللي أعطتني الشرارة هذه. فكان عندنا في المكان، الموقع اللي أنا فيه، كان فيه محل مصنع فخار، وتعرفت على صاحب المصنع، قلت بتعلم الفخار. قال الله يحييك، يعني ما قصر معي يعني. فبدأت أشتغل معاه. طبعاً تعلمت على يد واحد تونسي ومغربي وباكستاني وهندي ومصري، وأخذت من كل واحد طريقة يعني. والحمد لله تقريباً لي 11 سنة شاركت في عدة مهرجانات ومشاركات وشركات دور حكومية وزارات، اللهم لك الحمد، الحمد لله وماشي. ما شاء الله، شكراً لك أستاذ ناصر، واتمنى لك التوفيق يا رب العالمين، شكراً لك. وإلى هنا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا في برنامج هنا مجد، أتمنى الحلقة تكون نالت على إعجابكم. كان معكم أخوكم أسامة رضوان رحيل، ونشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.